الخير اللي بلدنا فيه من ايه؟ من ربنا اولا، ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقفتنا في سطحنا وفي بلكونتنا وبنشوي وعازمين ناس وقاعدين بنعمل اكل وفرحانين ومبسوطين. الامن والامان اللي الدنيا كلها محرومة منه، وفلسطين اللي الناس بتتدبح فيها، وبلاد تانية كتير سابوا بلادهم وجم عاشوا عندنا هنا وشلناهم على راسنا من فوق. الناس اللي بتقول عندنا غلا، عندنا غلا وعندنا امان. الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل، لا ده انتوا عايشين مرتاحين ومبسوطين وبتاكلوا احلى اكل واحلى شرب. في ناس دلوقتي مش لاقيه شويه كهرباء عشان ترضع بنتها، ولا شويه ميه عشان تاكل ابنها، ولا مستشفى تدخل فيها عيلها، ولا اي حاجه من الحاجات الخير الكبير اللي احنا عايشين فيه والامن اللي احنا راضيين بيه. وفي الاخر اصل الاسعار غاليه، اسعار غاليه علينا احنا بس، وهو الراجل ماله مال الاسعار؟ احنا معانا رئيس المفروض نبوس جزمته اللي دخل البلد دي وخلالها كرامه. بلدنا كان ريحتها وحشه، كان في عشوائيات، وكانت الناس بتسلم على بعضيها من جوه البيوت. ربنا كرمنا دلوقتي بقت ابراج. الطرق اللي كنا بنمشي فيها كنا بنكسر عربياتنا، الحمد لله بقى عندنا طرق جميله. انا ما بطبلش، انا ما بقولش كده عشان حد يديني حاجه.